إدارة معرض سوس الدولي بتونس ضربت موعدا لجمهورها هذه السنة بعدد من المعارض التي ستعمل على تشجيع السياحة التونسية. ونذكر منها صالون الكتاب اللي احنا مستبعين من أجله اليوم، وعنا كذلك صالونات أخرين، الصالون الكتاب اللي نظمه مش بتاريخ 11 إلى 20 مارس باش يكون تحت إشراف وزارة الثقافة مشكورة. يشكل معرض سوس الدولي للكتاب محطة هامة هذه السنة في طبعته الثالثة، كونه يستضيف أكثر من 15 دولة وعددا لا بأس به من الناشرين. كنا مشاركين من 15 دولة، خصوصا على سبيل الذكر دار الكتاب في الكويت، دار النور المبين في الأردن، دار الكتاب المصري اللبناني، دار الشروق في المغرب، دار الكتاب في المغرب، مؤسسة العربية الحديثة مصر، اتحاد الناشرين في المغرب، اتحاد الناشرين في الجزائر، دار الإمام الشعراوي. المشاركة الجزائرية ستكون ممثلة في اتحاد الناشرين الجزائريين من خلال برنامج ثقافي ستكون خلاله الجزائر ضيف شرف لقناة نوميديا بالخير معافى سوسة تونس.